أنا زملائي المشاهدين في هذا الفيديو إن شاء الله سأشارك معكم الندوة الصحفية لنجمنا الدولي الجزائري رياض محرز الكاملة مترجمة باللغة العربية إن شاء الله. ستتعرفون عليه وستتعرفون على جميع تصريحاته ورسائله لمدرب بيب غوارديولا وإشادته به، وطبعا العديد من التفاصيل حتى يعني إشادة وتصريح بوتشينيو مدرب نادي باريس سان جيرمان عن نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز، وكيف حذر فريق نادي باريس سان جيرمان من هذا اللاعب بالضبط. هذا سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية أهلا والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. أولا نبدأ لكم بيعني إشادات الحسابات الرسمية لنادي مانشستر سيتي وبكنترول رياض محرز. كما تشاهدون صرح نادي مانشستر سيتي قائلا استلام لا يقوم به إلا لاعب بدرجة فنان، وعمل منشن لنجمنا الجزائري رياض محرز بما انه فنان في نادي مانشستر سيتي. وطبعا حتى يعني عصام الشوالي في المباراة اللي جمعت بين نادي مانشستر سيتي وتوتنهام قال لسونغ هيومينغ سونغ اللاعب الكوري انه يجب عليه ان يدخل لكي يتعلم في مدرسة رياض محرز للكنترول، يعني باه يتعلم الكنترول. اما ثانيا يعني حسابات الشخصية لنادي مانشستر سيتي والرسمية اكدت جاهزية رياض محرز وبمعنويات كبيرة كما تشاهدون في هذه الصور الظاهرة امامكم في تدريباته قبل مواجهة وصراع دوري ابطال اوروبا امام نادي باريس سان جيرمان. المهم الان أشارك معكم الندوة الصحفية وأشارك معكم إشادة يعني إشادة بوتشينيو مدرب باريس سان جيرمان الحالي يعني عن نجمنا الجزائري رياض محرز. طبعا صرح قائلا في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم قائلا محرز وفودن يمتلكان موهبة كبيرة، هذا اللاعب وهذان اللاعبان يجب اعتبارهما من أحد الأفضل في العالم، يعني رياض محرز الأفضل في العالم وفي الفودين الأفضل في العالم، وعلينا الحذر منهما في المباراة ستكون صعبة جدا. يعني قال باللي لازم نحذر من رياض محرز وفودين لأنهما لاعبين مهمين لاعبين عالميين ويجب أن نأخذ حذرنا. يعني مدرب بوتشيتينو راه يحذر لاعبي باريس سان جيرمان من رياض محرز وفودين، ما حذرهمش من رحيم ستيرلينغ، ما حذرهمش من كوناغويرو، ما حذرهمش من اللاعبين الآخرين، فحذرهم من رياض محرز وأيضا في الفودين. هذه إشادة كبيرة من هذا المدرب الكبير بوتشيتينو عن نجمنا الجزائري رياض محرز، وهذه كانت رسالة تحذيرية للاعبيه وأشباله قبل صراع دوري أبطال أوروبا. الآن ننتقل إلى تصريحات رياض محرز في الندوة الصحفية. صرح قائلا يعني صرحوا عليه وأيضا سألوه قائلين أن بوتشيتينو قال أن نادي مانشستر سيتي لديهم أفضل مدرب في التاريخ. رياض محرز أجابهم وأيضا افتخارا بمدربه بيب غوارديولا وأيضا إشادة به صرح قائلا بيب غوارديولا قام بالكثير في كرة القدم، إنه يستحق هذا المديح، يعني يستحق أن يكون أفضل لاعب في تاريخ نادي مانشستر سيتي وحتى في تاريخ الكرة يعني كرة القدم. قائلا أيضا نعلم مدى أهمية هذا المدرب. بينما صرح رياض محرز وأيضا عبر عن إخفاقاته في المواسم الماضية في دوري أبطال أوروبا، صرح قائلا العام الماضي كان محبطا جدا، السنوات الماضية حاولنا التركيز للفوز بدوري أبطال أوروبا، الخروج من أولمبيك ليون أو من منافسة نادي مانشستر سيتي أمام أولمبيك ليون، وأيضا بين قوسين هذا تصريح مني وليس تصريح رياض محرز، بيب غوارديولا أخطأ في تلك التشكيلة التي دخل بها أمام أولمبيك ليون، يعني مستحيل أمام أولمبيك ليون تلعب لي ثلاث مدافعين في خط الدفاع. بينما صرح قائلا المهم رياض محرز الخروج من مباراة اليوم كان أكبر خيبة أمل في مسيرتي، تلك هي أكبر خيبة أمل لنجمنا الجزائري رياض محرز في مسيرته الكروية ككل، مباراة وخروجه من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون، وطبعا بيب غوارديولا هو الذي تحمل الخسارة كاملة. وأيضا صرح رياض محرز في نفس السياق يعني قائلا دوري أبطال أوروبا هي البطولة التي ما زلنا نفتقدها، لا أعتقد أن أحدا من الفريق قد حققها سابقا في أوروبا، إنها أفضل بطولة قد تحصل عليها. يعني رياض محرز راه يحلم وجميع لاعبين نادي مانشستر سيتي يحلمون ويطمحون بالتتويج بهذه يعني المسابقة وبهذه وبهذا اللقب دوري أبطال أوروبا. طبعا رياض محرز في نفس السياق صرح قائلا قلت دائما أننا جميعا لاعبون عالميون، لا نمتلك لاعبين مثل ميسي أو رونالدو، ولكن الجميع كفريق قادر على أن يحدث الفارق. يعني قالوا بلي ما عندناش في فريق نادي مانشستر سيتي لاعبين مثل يعني كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي، هذين أفضل لاعبين في التاريخ، ولكن قال بلي أننا كلاعبين جماعة قادرين نصنعوا الفارق. هذه نقطة جيدة.
بينما صرح قائلا في نفس السياق: لا أعتقد ولا أعلم ما إذا كنت في أفضل أداء لي في هذا الموسم، لكنني أشعر بحالة جيدة وحالة رائعة. غدا علينا تقديم مباراة كبيرة حتى نحقق الفوز أمام نادي باريس سان جيرمان. بينما في سؤاله على هل يمكن تغيير وجهته، خاصة أن المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان، وطبعا هذه التصريحات ستصل إلى نادي باريس سان جيرمان الذي كان مهتم به. يعني ركزوا قليلا أعزائي المشاهدين، نادي باريس سان جيرمان طلب التعاقد مع رياض محرز ومركزين عليه بشكل كبير، فيريدون التعاقد مع رياض محرز. رياض محرز أجاب بطريقة ذكية، طريقة ذكية، أولا نافيا أنه سينتقل، ولكن فاتح الأبواب لباريس سان جيرمان. صرح قائلا: أنا لا أفكر بهذا الأمر. يعني في سؤالهم صرحوا عليه: هل ستظل لأكثر من عامين مع نادي مانشستر سيتي؟ صرح قائلا: أنا لا أفكر بهذا الأمر حاليا، أنا سعيد هنا وأحب هذا النادي وأحب الجميع هنا في فريق نادي مانشستر سيتي وفي إدارة نادي مانشستر سيتي. رياض محرز راح سعيد، خاصة أعزائي المشاهدين بعد تطور مستواه في الفترة الماضية وأيضا فوزه بالمكان الأساسي، فبالتأكيد أنه سعيد. ولكن في الموسم الأول والموسم الثاني أو في بداية الموسم هذا الموسم، يعني كان يلعب وذلك بشكل يعني نادر جدا، فرياض محرز لم يكن سعيد في ذلك الوقت. ولكن حاليا قالهم باللي أنا راني سعيد في هذا الفريق وأحب الجميع، تركيزي على الفريق ولاحقا سوف أرى. يعني قالهم حاليا راني نركز مع الفريق، راني مع الفريق وراني نطمح أن أبقى مع الفريق، ولكن يعني بعد هذا لاحقا يعني راح نشوف وش راح يحدث. هذه نقطة إيجابية لرياض محرز، هذا يعني كان تصريح مفخخ من الصحافة الإنجليزية أو الفرنسية على رياض محرز. يعني واش راك غالق الأبواب ولا راك فاتح الأبواب للرحيل؟ رياض محرز قال لهم: حاليا أنا ما راش كامل نفكر في الرحيل، أنا باقي في نادي مانشستر سيتي، ولكن مستقبلا يعني بما أن باريس سان جيرمان يعني راه مهتم به ومهتم به ريال مدريد والعديد من الأندية، يعني ما غرقش عليهم الأبواب، قادر ننتقل. هذه نقطة إيجابية كما قلت لكم. طبعا رياض محرز صرح قائلا يعني في سؤاله عن ما هي المباريات التي يطلع اليها، قائلا: في الطفوله انت تحلم باللعب في مثل هذه الادوار، نصف النهائي ونهائي دوري ابطال اوروبا، نحن الان هنا ويجب ان نتخذ خطوه للامام ونلعب بنفس طريقتنا في الدوري او نهائي كاس الرابطه ضد استون فيلا. يعني لازم يلعبوا بقوة كبيرة. صرح قائلا: أكبر مباراة في مسيرتي مع نادي مانشستر سيتي، قائلا يعني بالتأكيد ولكنها ليست مباراة نهائية، يعني قابل لأن هذه أكبر مباراة نادي مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان، هي أكبر مباراة في مسيرته الكروية، وقائلا لكنها ليست مباراة نهائية، عليك أن تظهر أنك تستحق التواجد هنا وتستحق التأهل للنهائي، هذا ما سنحاول فعله. بينما صرح قائلا: عندما ألعب كمهاجم وهمي يجب أن أتواجد في المنتصف، يعني في منتصف الخط الهجومي، ولكن ليس يعني مهاجما، أنا لست مهاجما. وقائلا أيضا: أنا لست بأغويرو أو بخيسوس، إمكانياتي ستكون مختلفة هناك، لكن سأحاول دائما مساعدة الفريق وتلبية طلبات المدرب. مدرب بيب غوارديولا دائما ما عنده تشكيلة يعني يغيرها جذريا، ودائما ما يطلب من اللاعبين طلبات غريبة، فرياض محرز قال باللي لازم نتأقلم مع طلبات المدرب. بينما في نفس السياق قائلا: عندما تلعب مباريات أكثر تصبح حاسما بشكل أكبر وتزداد لديك الثقة. هذه النقطة التي كان يا رياض محرز يفتقرها منذ بداية الموسم الأول إلى حين بداية هذا الموسم. يعني هذه رسالة لبيب غوارديولا، يعني إذا راك تعطيني وقت وتعطيني مباريات أكثر لكي ألعبها أساسي راح تزيد الثقة في نفسي. هذا ما صرحه رياض محرز وما كنا نصرحه في سابق عهدنا، قائلا: عندما تلعب مباريات أكثر تصبح حاسما بشكل أكبر وتزداد ثقتك في نفسك، عندما تكون لديك الثقة الكافية يكون اللعب أسهل بكثير، أنا واثق وسعيد جدا وأدائي يتحسن. رسالة لا محالة لبيب غوارديولا، مباشرة لبيب غوارديولا. صرح قائلا: أنت تلعب كرة القدم من أجل هذا النوع من المباريات مثل دوري أبطال أوروبا، وفي مثل هذه الأدوار كنت أعلم أنني أنا إذا وقعت لهذا النادي، نادي مانشستر سيتي، ولهذا المدرب يعني بيب غوارديولا، فسنصل عفوا لمثل هذه الأدوار، غدا يجب أن نظهر أننا نستحق الذهاب للنهائي. دائما ما كانت لدينا الثقة بأسلوب لعبنا، نحن أفضل في هذا الموسم ونصل لنهاية الموسم في وضعية جيدة، لقد لعبنا المباريات بشخصية كبيرة. طبعا في مباراته لمباراه وطبعا في تصريحه عن مباراه دوري ابطال اوروبا امام باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان كان رياض محرز يحلم انه راح يلعب ضدها ليس معها بل ضدها، قائلا في نفس السياق: لن تصدق شعوري حاليا، نحن ذاهبون للعب بجانب مسقط راسي في مدينه باريس في المكان الذي ترعرعت فيه انا، يعني انه امر مميز جدا.
كانت هذه معظم تصريحات رياض محرز ضم المشاهدين. أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات، ما رأيكم في تصريحاته، وهل تعتقدون أنه راح يكون أساسي؟ طبعا نقدر نقول لكم 95%، ما نقدرش نقول لكم 100%، ولكن 95% راح يكون اساسي، لانه سلاح فتاك لنادي مانشستر سيتي، ومدرب بوتشيتينو متخوف بشكل كبير من هذا اللاعب، الا اذا تفلسف بيب غوارديولا واشرك يعني تشكيله مغايره، يعني راح يبحث عن الخساره، اذا ما يدخلش رياض محرز يعني راح يبحث عن الخساره. رحيم ستيرلينج سيء، جابرييل جيسوس لا يستحق ان يكون في هذه المباراه، لا يستحق لاعبين اخرين ان يكونوا في هذه المباراه، والله اعلم. المهم طبعا كانت هذه تصريحات رياض محرز وبوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان، وقولوا لنا رايكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.